مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج جسور خليجية. كثيرة هي الملفات بين الكويت والعراق، وبعد سقوط النظام الذي أحدث هذا الشرخ ما بين الشعبين، يحاول من كلا الطرفين أن يرمم هذه العلاقة، أن يعيدها إلى سابق عهدها، بل ربما أفضل بكثير، خصوصا وأن الجانب الاقتصادي يلعب دور كبير في ترميم أغلب العلاقات وأغلب الخلافات، لأن تكون هناك مصلحة مشتركة ومتبادلة. وقبل أيام كان هناك توقيع لعقدين لإحدى الشركات الكويتية لتطوير وإنتاج الغاز في العراق، وهذا دليل على أنه العلاقة هي علاقة ستصل وستحقق نتائجها وإلى ما يصبو له الشعبين العراقي والكويتي. لكن هناك أحيانا بين فترة وأخرى تظهر على الساحة بعض الملفات أو بعض القضايا التي قد تنغص هذه العلاقة، مثل ما يحدث في كل دول العالم. وبلصوت العقل ولسماع هذا الصوت ولتوصيل فكرة أو توصيل نتيجة ترضي الطرفين، لابد وأن يكون هناك لصوت العقل هو الذي يحكم، هو الذي يصل بالنهاية إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف. من بين هذه الملفات وهذه القضايا كانت هناك ولا تزال قضية الخطوط الجوية العراقية وما شابها من بعض الخلافات وبعض الأمور، وأيضا ملف ميناء مبارك الكبير، هذا المشروع العملاق الذي الكويت تتجه لبناءه الآن في جزيرة بوبيان. حول هذين الموضوعين وما يتعلق في أصلا العلاقة الكويتية العراقية، يسعدني مشاهدين الكرام أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور ظافر العجمي، هو المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. أهلا وسهلا دكتور ظافر. بداية دكتور، قبل لا نتحدث عن ميناء مبارك الكبير وهذا المشروع العملاق، مثل ما أنا ذكرت أنه الخطوط الجوية العراقية، هذه المشكلة التي حدثت بسبب غزو صدام حسين للكويت وما حمل من تبعيات، أنت كيف تقرأ هذا الملف وكيف يمكن أن يتم حله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب فيكم في بيتكم وأرحب في قناة الفيحاء. ثانيا، من أثقل الأمور على المحلل السياسي أو من يتعرض للعلاقات الكويتية العراقية أن يكرر مفردة بعينها، الحدود، السيادة، الاتفاقيات، فيعني مملة لدرجة أننا أصبحنا نبحث عن مفردات أخرى، وأتمنى أن نتجاوز هذه المفردات ونتعامل بمفردات فيها من الجيرة والأخوة والتعاون والاحترام المتبادل بين الكويت والعراق. قضية الخطوط الجوية الكويتية أنا أعتقد أنها قضية تجارية بحتة، منظورة من قبل القضاء وتحكمها ضوابط قضائية. أنا طبعا معلوماتي عن قضية الخطوط الجوية العراقية وخلافها مع الخطوط الجوية الكويتية هو من قراءاتي، فمعلوماتي محكومة بسقف قراءاتي صراحة. ما سمعت أو ما فهمت من الجانب الكويتي، وهذا ما هو موجود في الإعلام، أن الخطوط الجوية الكويتية لها ديون على الخطوط الجوية العراقية، وتقدمت بأكثر من مرة محاولة الحصول على أي تعارض لحل أزمة الديون بين الشركتين، لكن لم تجد إجابة يرضيها من الجانب العراقي. ثم حدث ما يسمى بمحاولة خروج الخطوط العراقية من هذه الأزمة بتفليسة أو ببيع أصول أو إعلان إفلاس الخطوط الجوية العراقية، فنظر الكويتيين لهذا الأمر كأنه نوع من التهرب، فهذا لا يخدم القضية بحد ذاتها. طبعا إفلاس الشركات أمر وارد في كل التعاملات، إفلاس الشركات وما تعرضت له الخطوط الجوية العراقية مبرر أن يتم تفليسها، لكن ما زاد الأمر تعقيدا هو أن تستمر بعض الرحلات رغم إعلان الإفلاس، ومن ذلك رحلة عمان الأخيرة. زين، فهذا ما جعل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن تطلب من القضاء الأردني اللي مرفوعة أمامه القضية أن يفعل أدواته حتى تحصل الخطوط الجوية الكويتية على حقوقها من الخطوط الجوية العراقية. كما قلت، هذه قضية تجارية بحتة،
لا أستطيع أن أتوسع فيها من جانبها السياسي، وأتمنى أن لا يكون لها جوانب أو تابعات سياسية أخرى، فلندعها لجانبها التجاري، وإن شاء الله يعني الطرفين قادرين على تجاوزها سواء من خلالهم مباشرة أو من خلال القنوات القضائية أو بأي طريقة كانت. نعم. أيضا من الملفات اللي موجودة واللي أثيرت بالفترة الأخيرة هو مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. دكتور، أنت كيف تقرأ هذا الموضوع بعد كل ما حدث سواء كان في العراق وفي الكويت؟ هناك نواب، هناك حملة تواقيع، هناك حديث طويل عريض، أنتم أعتقد كنتم متابعين لهذا الموضوع. نعم، في بداية قضية ميناء مبارك، أولا أحب أن أشير إلى جزئية. أعتقد أن موضوع ميناء مبارك استخدم لأغراض سياسية لم تخدم الموضوع بقدر ما حصلت الكثير من البلبلة على جانبي الحدود، وإن شاء الله لم تعكر صفو العلاقات، لكنها أعادتنا إلى نوع من العلاقات كنا لا نحبه مع جارتنا العراق. يعني كان هناك نوع من التهييج الشارع العراقي أن هذا الميناء سوف يخنق الموانئ العراقية. كان هناك حملة جمع التواقيع كما أشرتي، يعني نظرنا لها في الكويت كأنها نوع من التكسب السياسي الغير مبرر. فكان الرد العراقي على المستوى، الرد الكويتي على المستوى الرسمي، لم يصل لدرجة التجريح أو لدرجة إنكار أن للعراق حق في الاستفسار عما يجري أو ما هو هذا المشروع الكويتي الذي كما يقول هؤلاء السادة السياسيون في الساحة العراقية أنه سيخنق العراق وسبب لها الكثير من الضرر. فكان هناك رد شعبي كويتي، أنا أحد الأشخاص الذين أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، وكان منطلقنا أن إقامة ميناء في منطقة أو في جزيرة بوبيان هو حق كويتي. نحن نتكلم عن قضية السيادة، هذا لا ينازعنا عليها أحد، الإخوان العراقيون أو أي أحد لا يستطيع منازعة الكويتيين على سيادتهم على بلدهم وأين يقيمون في هذا الميناء. طبعا تأتي جوانب أخرى، يعني هناك اتفاقيات دولية، هناك أمور أخرى تحكم أن لا تضر بمشاريعك جيرانك، وهذه فيها اتفاقيات الأنهار واتفاقيات الأجواء واتفاقيات مصائد الأسماك، أمور كثيرة. فطبعا الكويتيون أبدوا كل حسن نية لاستقبال وفد العراقي الشقيق حتى يأتي وينظروا إلى الأمور عن قرب، وأعتقد ما تبع ذلك كان خطوات إيجابية، يعني تم استقبال الوفد وتم إطلاعهم على ما يريدون وكانت ردودهم إيجابية، وإن كان هناك بعض الاستفسارات عن بعض الملاحظات حيال مشروع بوبيان، فوعدوهم خيرا بأنه سيكون هناك ردود على النقاط التي طلبوها. هذا رأي الحكومة طبعا، والرأي الشعبي في الكويت أعتقد أننا بعد هذه السنين العجاف في العلاقات الكويتية العراقية، أعتقد أن يعني شخص في سني في عمري مرت علينا جميع الأزمات مع العراق، فنتمنى فعلا أن نلقي كل هذه الأزمات خلف ظهورنا ونبدأ صفحة جديدة. استقرار العراق، ازدهار العراق، هو ازدهار لنا واستقرار لنا، لأن نحن نحس أن الإخواننا في العراق لم يصدروا لهم أزماتهم الخارجية إلا من سوء إدارة الساسة الذين ابتلوا بهم في العقود الماضية. صدام حسين وحزب البعث وجميع من حاول أن ينقل أزماته الداخلية إلى البعد الخارجي لجيرانه سواء الكويت أو إيران أو هذه. فأتمنى أن تكون الأزمة زالت وتظل، يعني أزمة الميناء وإن شاء الله ما هي أزمة، وما يجري في الخطوط الجوية الكويتية كلها أو والعراقية كلها أمور يمكن تجاوزها. يعني لم نصل إلى حالة القطيعة ولم نصل إلى حالة الصدام ولن نصلها إن شاء الله طالما النوايا الطيبة موجودة وطالما أننا نتفهم وجهة نظركم وتتفهمون وجهة نظركم. صحيح دكتور، بس بالنسبة لموقف الرسمي لموضوع مشروع ميناء مبارك الكبير، كان هناك الموقف الرسمي الكويتي أقصد كان هادئ مقارنة بالموقف العراقي. هناك مثل عراقي يقول اللي إيده بالماء مو مثل اللي إيده بالنار، إلى أي مدى فعلا ينطبق هذا المثل على الموقفين؟ أنا كما قلت كان لي مشاركة متواضعة في هذا الموضوع، فأنا الذي أعرفه أن الإخوان العراقيون يشتكون بأن ميناء
بوبيان أو ميناء مبارك الكبير له تبعات سلبية أو خانق للموانئ العراقية. طيب هذا ميناء واحد، كيف سيخنق، سيقوم بخلق 12 ميناء في العراق؟ ميناء واحد قادر على أخذ جميع السفن التجارية المتجهة إلى شمال الخليج العربي، هذا واحد. اثنين، الجانب العراقي والخطاب الرسمي قال بأن وجود ميناء مبارك سوف يزيل أو ينفي الجدوى الاقتصادية لميناء الفاو المزمع إنشاء. وفي هذا يعني في هذا الجانب بالذات نستطيع أن نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى أن ميناء مبارك مقام أو شرع في العمل فيه من 2005، بينما ميناء الفاو لم يوضع حجر واحد حتى اليوم. هناك سوء إدارة لا تتحمله الكويت، يعني الكويت ليست مستعدة كلما أرادت أن تقيم مشروعا في أي جزء من أراضيها أن تبلغ جيرانها إذا كان لا يضرهم. زين، أعتقد أن من كان من المفروض أن يتابع مثل هذه المشاريع هو الحكومة العراقية، أن تتابع وتعرف ماذا يجري في الدول الأخرى وتقدم ما تشاء، لا أن تسكت من 2005 ثم فجأة سنقيم ميناء الفاو. هذا نقطة. النقطة الأخرى أن ميناء الفاو نفسه أيضا ما أعرفه أن الشركة الإيطالية التي وضعت أو الشركة الاستشارية الإيطالية التي وضعت أو اقترحت إقامة هذا الميناء في منطقة الفاو وضعت 4 أماكن لبناء هذا الميناء، وقالت أن الميناء يمكن أن يقام في أي مكان، فلماذا اختير هذا المكان المقابل لميناء مبارك الكبير؟ إذن دائما الحلول موجودة، دائما البدائل موجودة سواء على الجانب الكويتي أو الجانب العراقي، ويمكن تجاوزها. هذا يعني هذا ما أثارنا، بالإضافة إلى أن قضية السيادة في حد ذاتها أثارتنا. يعني لو تحدثنا عن حقنا في بوبيان أعتقد لا ينازعنا في ذلك أحد. قضية المياه الإقليمية أعتقد أنها تتسع للسفن لتعبر وتصل إلى جيراننا في العراق، وخير دليل على ذلك أن الموانئ العراقية الآن عامرة بالسفن الكثيرة، كيف استطاعت الوصول الآن ومن سيمنعها مستقبلا؟ هناك حديث عن عدد الأرصفة، كان هناك مبالغة من الجانب العراقي بأن الكويت ستقيم 60 رصيفا أو من هذا القبيل، بينما هي لا تتعدى حتى 13 أو شيء من هذا القبيل، يعني فهذا غير حقيقي. الأمر الآخر أيضا، إذا تحدثنا عن جزيرة بوبيان، ماذا عن وربة لو أقمنا فيها مشروع؟ أيضا هل سنعود لنفس القضية، قضية الحقوق في قضية الحدود، قضية حقوقنا في المياه الإقليمية؟ أعتقد أن هناك اتفاقية دولية حسمتها وانتهينا من هذه المواضيع، ومفروض أننا ننظر إلى المستقبل لا نعيد نبش هذه الأمور مرة أخرى بما يعكر صفو العلاقة. دكتور، هل هي أزمة ثقة بين الشعبين، بمعنى أنه يعني لماذا هذا التصعيد؟ يعني أي ملف يطرح أو أي قضية عالقة بين الكويت والعراق يصير هذا التصعيد سواء بالكويت أو في العراق، هل هي أزمة ثقة؟ هل هي خوف من أنه يعني أنت ككويتي قبل كل شيء هل تتوقع سيحدث في العراق أنه هناك يكون غزو أو هناك حرب ما بين البلدين مثل ما فعل صدام حسين؟ بالمعطيات الآن الموجودة، بكل ما يقول دائما رئيس الوزراء، كل القيادات السياسية العراقية عن الكويت تحديدا، يعني يقولون من لم يقرأ التاريخ فمحكوم عليه أن يعيده. يعني وهذه نقطة. النقطة الأخرى أن يجب أن نعي أن يعني الهاجس التاريخي جزء من نظرية الأمن الكويتية. يعني يجب دائما أن ننظر إلى التاريخ حتى نضع منظومتنا الأمنية أو فكرنا الأمني أو الاستراتيجي للدفاع عن الكويت. لو نظرت إلى التاريخ، يعني هناك منعطفات تاريخية في العقود الماضية لم تكن وردية في العلاقات الكويتية العراقية، نحاول أن نتجاوزها، لكن للأسف في كل مرة نحاول تجاوز هذه الأمور يعود سياسي أناني طامح فيفتح ملف جديد ويعيد فتح الجروح مرة أخرى. كما قلت أن القضيتان رغم تفاهت هذه القضايا ولا تصل إلى حد الصراع، لكنها تثير هذه المخاوف مرة أخرى. يعني التكسب السياسي من بعض القضايا هو مثل العبوة الناسفة، تعيد المخاوف مرة أخرى، تعيد الماضي الكئيب فيقفز ويحتل الحاضر
وهذا هو الخطأ. يعني مفروض يعني إحنا ككويتيين يجب أن نتجاوزها، لكن لسنا ملامون عندما ننظر إلى التاريخ، والتاريخ كما قلت من لا يعني ينظر إلى التاريخ ويتعظ منه سيقوم بإعادته مرة أخرى، ونحن لا نريد يعني أن نكرر نفس الأخطاء مرة أخرى. جيد دكتور، بس هذا يجرنا إلى سؤال، أنه طالما نتحدث من منطلق التاريخ وأنه يجب أن يكون هناك نوع من الحذر قد يكون مشروع هو، لكن السؤال لماذا مع العراق؟ هناك أيضا كانت مشاكل قديمة سابقة مع مثلا المملكة العربية السعودية، وبينهم توجد المنطقة المحايدة والمنطقة المقسومة، لا نجد هذا الخوف من المملكة العربية السعودية بقدر ما هو الخوف الموجود مثلا من العراق. أيضا هناك كانت مشكلة ما بين البحرين وقطر، والآن نجدهم يعيشون بسلام، ولا نجد هذا الخوف وعدم الثقة أو القلق من أنه لا سمح الله يحدث شيء نحن لا نتمنى أو لا يحمد عقبه. سؤال وجيه. طبعا كل دولة لديها من الجيران، وكل دولة لديها من العلاقات مع هؤلاء الجيران، وتختلف من جار إلى آخر. ما بيننا وبين السعودية لم يصل إلى حد الدم كما حصل مع اجتياح صدام الكويت، فهذه قضية. القضية الأخرى قضايا الحدود حسمت، قضايا الاستقلال أن الكويت دولة مستقلة حسمت، قضايا السيادة حسمت. يعني عفوا إذا قلت أن في جميع ما تتحدثين عنه نحن في الكويت نشعر بأننا نحن الضحية، يعني هذا شعور كويتي عام. يعني السعودية لم يجتاح الجيش السعودي الكويت كما فعل الطاغية صدام حسين. قضية إزالتنا من الوجود هذه قضية مهمة، لا نستطيع إزالتها بسهولة من وجدان الكويتيين. فنتمنى إن شاء الله أن تكون ما بيننا وبين العراق هو فعلا مثل ما بيننا وبين السعودية، مثل ما بين قطر والبحرين كما تحدثتي، مثل ما بينكم وبين جيرانكم الآخرين. يعني نتمنى ذلك، لأن يعني الاستقرار هو مطلب كل دولة، ولا أعتقد أننا في حاجة أننا نعاني من صراع داخلي حتى نصدر مشاكلنا إلى الخارج ونتذرع بوجود خلافات مع العراق حتى نهرب من مشاكلنا الداخلية. صحيح. وأعتقد أنا أن الحكومة العراقية الآن من بعد سقوط صدام حسين، لأن صدام حسين إحنا متفقين عراقيين وكويتيين على أنه هو نظام استبدادي، هو له مآرب معينة سواء بالداخل أو الخارج، هذا لا نختلف عليه كشعبين عانينا منه تحديدا بشكل مؤلم. بعد ذلك الحكومة التي جاءت أو الحكومات المتعاقبة كلها كانت تؤكد للكويت على أنه لن يعود ذلك الماضي على الإطلاق ما بين الكويت والعراق، بدليل أنه الآن العراق هو يعترف بكل الحدود الكويتية، يعترف بكل ما نص عليه الأمم المتحدة. فبالتالي أعتقد هذا يعطي إلى الكويتيين نوع من الأمل، نوع من الطمأنة بأنه العراق الآن يختلف، عراق جديد، هو عراق ديمقراطي يكفي ما به من خلافات ومن مشاكل، يحاول أن يرممها ويبدأ من جديد وينطلق. أتمنى ذلك. يعني خليني أكون صريح معك، هناك الكثير من العتب على أخواننا العراقيين. يعني هناك ملفات أنجزت سواء بقرارات أممية أو باتفاق الطرفين ولم يبقى إلا جزئية التنفيذ، لم يبقى إلا جزئية التنفيذ، ويعلم الله أن جزئية التنفيذ ليست من الجانب الكويتي فقط إنما من الجانب العراقي. يعني لو نظرت إلى الحدود من 1932 إلى 63 إلى بعد أزمة قاسم إلى بعد الصامتة إلى 91 إلى الآن، استقرت الأوضاع، هي نفس الحدود لم تتغير، لكن لحد الآن ما زالت قضية وضع العلامات الحدودية عالقة حتى هذا اليوم. لماذا؟ لا تستطيع أن تلومين فيها. العلامات موجودة ولكن فقط الصيانة. الصيانة هي جزء، ما دامت الصيانة بهذه التفاهة أو بهذه البساطة لماذا لا تنجز؟ لماذا لا يكون هناك خطوة لإبداء حسن النية فلننجز هذه؟ هناك يعني ملفات يجب أن نزيلها. يعني أنا أكرر، لماذا نترك هذه المومياء النتنة بيننا وبينكم وتعكر صفو العلاقات بيننا وبينكم وهو أمر انتهى؟ أنتم تعترفون بالقرار 833، تعترفون بحدودنا، تعترفون باستقلالنا وبسيادتنا، انتهى الموضوع. لماذا لا ننجز هذه الجزئية البسيطة؟
يعني هذه واحدة. هناك قضايا أخرى كما قلت الآن يعاد فتحها بطريقة لا تساعد العلاقات، فلننجزها وننتهي منها. هو أعتقد هناك لجنة وزارية، وقد تم أعتقد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر لجنة وزارية يعني برئاسة وزيري الخارجية في الكويت والعراق، وكان لهم اجتماع هنا في الكويت، والآن يوجد اجتماع آخر لتكملة تنفيذ هذه البنود وهذه التفاصيل. أتمنى ذلك. عموما دكتور إذا سمحت أن نتوقف مع فاصل ثم نكمل.